عايزين نستغل برضو وجود حضرتك عشان نتكلم عن الأعمال الفنية، لأنه أكيد هو قدم أدوار مهمة جدا كتير جدا على المسرح وبرضو في التلفزيون وفي السينما. إيه أكتر دور هو حبه كان قريب لقلبه قوي وإنت كمان حبيتيه؟ درهم في عمر بن عبد العزيز، يعني هو قال من أحب الأدوار لقلبه كان درهم، وحتى قال الفنان نور الشريف من أعظم الأعمال اللي عملها الفنان نور الشريف في حياته. ده بالنسبة لرأي بابا يعني. لكن طبعا الفنان نور الشريف أبدع في كله. أنت بتحبي له إيه؟ أنا بحب له كل حاجته بصراحة. أكتر دور بعشقه فيلم اللعيبة. ايه وبصي سيد زان على طبيعته. أيوة. يعني انت عارفه بحس ان هو ده بابا اللي قدامي، وانا بحسه على فكره في البيت معانا، يعني القريب قوي منه فيلم اللعيبه. انا بحسه في اغلب ادواره فعلا الكوميديا اللي بيقدمها هي الكوميديا الطبيعيه مش مصطنعه، يعني ينصح اصحابه دايما والجداد اللي طالعين يقول لهم اوعوا تستظرفوا، اوعوا تقعدوا تزيدوا في الافيه عشان الناس تضحك او تسقف لكم. هو يطلع طبيعي عشان يوصل طبيعي. عايز اسال حضرتك، يعني هو كان كوميديان رائع، هل كان بيرتجل في الافلام؟ يعني هو اكيد كان بيرتجل على المسرح، دي طبيعته. في الافلام كان بيرتجل برضو اللي هي كوميديا الموقف دي. بصي حته ان هو نجم كبير دي كانت بتديله الفرصه او المساحه دي. طبعا لان كل المخرجين كانوا بيحبوه وبيحترموه وبيقدروه، فمن حقه ان هو كنجم كبير يقول الحاجه هو عايزها يعني. بس طبعا كان بيرجع لهم ويقول لهم يعني.